مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة شهية على قناتكم الجميلة قناة الصحة والجمال. ويوم جديد وساعة شهية جديدة وأكلة شهية جديدة، ولكن النهاردة أنا مش لوحدي، النهاردة معايا ضيف عزيز عليا وصديق وحبيب وصديق مهنة ممتاز جدا وشاطر جدا، أصريت إن أنا أجيبه معانا عشان يورينا إبداعاته وفنه وتكاته وحركاته. يلا بينا مع بعض نرحب مع ضيف حلقة الليلة معانا، وبعد كده نرجع ندردش ونشوف ما نعمل ايه مع بعض. شيف احمد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا حبيبي، نورتنا. طيب وكل ربنا يبارك فيك. شيف احمد عاشور، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، نورتني ونورت استوديو الصحه والجمال ونورت برنامج ساعه شهيه. الشرف لي، انا سعيد ان انا معاك. انا اسعد، ربنا يبارك في حضرتك. عايزين نقول للساده المشاهدين، اقول لكم انا الاول كل سنه وانتم طيبين، ورمضان بيجري بسرعه، يعني سبحان الله هي الايام الجميله كده دايما تعدي بسرعه بسرعة وتجري بسرعة، ولكن عشان برضو الوقت ما يجريش منا بسرعة نشوف شيفنا النهاردة هيعمل لنا ايه وايه الاكلات اللي هيعملها النهاردة معنا. هتعمل لنا ايه يا شيف النهاردة؟ النهاردة ان شاء انت الله قلت هنعمل سفرة متكاملة. سفرة متكاملة ومنيو بسيط وسريع. بسيط وسريع عشان تمام. احنا في رمضان وركزت على انه صحي. وصحي ممتاز، ربنا يبارك فيك. يلا نشوف كده هنعمل ايه في المجمل. عندنا كام اكلة النهاردة وهنعمل ايه وايه؟ هنعمل النهاردة سلطة خرشوف. سلطة خرشوف ممتاز، بالجرجير والخس الكابوتشا وفلفل الوان وزيت الزيتون، ده مفيده جدا على الفطار، بتفتح الشهيه وفيها نسبه حديد كتير. عندنا سلطه خرشوف وعندنا ايه تاني؟ وهنعمل النهارده شوربه مشروم. شوربه مشروم ممتاز، شوربه مشروم بالكريمه. بالكريمه والخضار دي جميله جدا. تمام، وهنعمل باستا هتبقى فلفل الوان. تمام، والخضار برضو، وهنعمل هيبقى معانا عصير جرجير وزبادي. العصير بقى ده اللي مفاجاه، سيبه كده للاخر بقى اللي هي ايه المفاجاه. الحته النهارده الطبق الرئيسي هيبقى فراخ بالخضار والاعشاب. تمام، فراخ بالخضار والاعشاب. طبعا المنيو النهارده متكامل يا جماعه، وخفيف وهادي وصحي، وانا شايف في تناسق. هنا بقى لعبه الشيف، لما ازاي يعمل لك منيو بسيط وسهل وفي نفس الوقت صحي ومتناسق، يلعب معاك ان انت تاخد القيمة الغذائية بدون تكلفة. يلا كده وريني يا شيف حركاتك النهاردة، نبدأ مع بعض ونشوف هنعمل ايه. هو حاجة بسيطة خالص، الخرشوف هيبقى مسلوق. تمام، انت هتبدأ بسلطة الخرشوف. بسلطة الخرشوف زي الفل. يعني دائما الشيف يا جماعة بيبدأ الحاجة اللي هتاخد منه وقت شوية. تمام، هي هتبقى ايه؟ الخرشوف ده مسلوق كده. تمام، سهل قوي. يعني انت كده جايب الخرشوف وسلقه مسلوق. تمام زي الفل. لما بتسلقه في الميه بتحط معاه زيت، بتحط معاه ملح، لا لا لا، بتحط معاه اي نوع من التوابل؟ سبع دقايق. بياخد سبع دقايق بس، ما بنحطش معاه اي ماده ثانيه، ولا لا لا ملح لا لا ولا كمون ولا اي بهارات، عشان ما نضيعش الفايده بتاعته. انت عارف بقى اللي هي فيها حديد وكده. يعني بنكتفي بطعمه الاساسي. طعمه الاساسي. تمام زي الفل. الشيف النهارده بدا بسلطه الخرشوف. تمام زي الفل، وبتاخد معاها جرجير. جرجير كده نصين، يعني مش لازم اللي احنا نهريها قوي كده. يبقى الشكل كده، عاوزين بقى نغير المعتاد بتاع السلطات بتاعتنا، نخليها ايه الشكل الشكل الجمالي بتاعها بقى، الشكل الجمالي الجديد ده. تمام زي الفل. وخاصة يعني كابوتشا، خاصة لما تكون الخضروات الورقية قريبة من ان تكون سليمة، بناخد الفايدة الغذائية بتاعتها اكبر اكتر. تمام، من ان انا اقطعها قطع صغيرة. الله ينور عليك. تمام، متأكسدش معايا. تمام زي الفل. احنا متعودين اللي احنا بناخد السلطة اللي هو الناعم والكلام ده. السلطة العادية البرماز الصغير يعني، الحاجات ديت. وطبعا تمام، بيبقى بالشكل ايه يعني، بيبقى احسن. تمام، يبقى هنا ايه سلطة الخرشوف معانا. الشيف بدأ بيها بطريقة بسيطة وسهلة وجميلة. خرشوف مسلوق، ما بنضيفش عليه اي اضافات. لا لا لا. تمام، لا ولا اي حاجه. وعندنا جرجير، وعندنا خس كوبتشا، وعندنا الزيتون. يا سلام الزيتون، يا سلام الزيتون المخلل ده. تمام، ممكن بقى تضيف معاك فلفل الوان، تضيف اي حاجه من الحركات دي، جزر، بصل، زيت زيتون. ممكن برضو كل دي حاجات مفيده قوي، مفيده خاصه في شهر رمضان، يعني الواحد بيصوم فتره فلازم يعوض بقى. لازم يعوض الحاجات دي كلها، وطبعا هتكون الحاجات ديت مفيده وسهله. وعلى رمضان بقى انت عارف يعني الحاجات دي بتبقى حلوه ومفيده للجسم. زعتر وروزماري. تمام، نديها مثلا، او بتاخد فلفل زعتر فلفل وروزماري معاها. فلفل برضو كده مكعبات اخضر. تمام، الشكل بقى اللي هنا الجميل اللي يجذب
الاطفال خاصه على السفره. بالظبط. ان احنا بنعاني يا جماعه من موضوع الاطفال اللي هو الاكل المعتاد. الاكل المعتاد خلاص المعتاد. الاطفال كل يوم بنقابلنا احنا المشاكل دي، هو كل يوم فراخ، كل يوم سلطه، كل يوم سلطه، فلما يلاقوا منظر وشكل كده مختلف فتبقى الدنيا حلوه زي الفل. طب انا عايزك ايه، ما ناخدش وقت في السلطه بتاعتنا عشان ايه الوقت بتاعنا ما يسحبش، ونشوف هنبدا ونعمل ايه. وهنا يا سلام الزيت الزيتون الجميل عليها، تسلم ايدك يا شيفنا، وبنقول لك رمضان كريم وكل سنه وانت طيب. هنعمل ايه تاني بقى بعد اكلتنا الجميله دي؟ خلاص كده مكانها كده، اول طبق اهو ما شاء الله، ايه الجمال ده. ندوره بس اي تمام. دي السلطه بتاعتنا الجميله، مفيده جدا تمام. على فكره يعني فيها كل الفوائد، فيها الحديد الخرشوف، وفيها الزعتر الاعشاب برضو مفيده، وفيها الزيتون، وفيها فلفل الوان، وفيها الخس الكابوتشا، فيها كل حاجه مفيده. تمام. أنا شايفك إن أنت بدأت بالسلطة، شكلك جرد منجي شاطر ما شاء الله عليك. ربنا يبارك فيك. نبدأ بقى نشوف هنعمل إيه تاني، الأكلة اللي بعدها إيه؟ هنعمل الفراخ. يلا كده ورينا فراخك وورينا إيه؟ صدر فرخة عادية. دنيتك صدر فرخة عادي. آه. تمام. ده صدر فرخة وأنت خليته. مخلي. تمام زي الفل. ممكن بقى نحشي أي حاجة. ممكن نحشيه خضار، ممكن نحشيه لحمه مفرومه، ممكن نحشيه اي حاجه، رز بالخلطه زي ما تحب يعني. تمام زي الفل. وبرده تغييره بيطلع برده بالشكل الايه الحلو يعني. تمام زي الفل كده يا شيف. خدت تتبيل معين بقى في ملح؟ انا هتبله دلوقتي. انا هنتكلم دلوقتي وعايزك تشرح واحده واحده. ملح هو الصدر الورك مخلي كده. ورك او صدر مخلي، ورك او صدر يعني، مفيش مشكله معانا. تمام زي الفل. تسلم ايدك يا شيف. يعني انا ممكن اشتغل بورك مخلي وممكن اشتغل بصدر مخلي. بصدر مخلي بصدر. تمام زي الفل. ملح شيف. ملح بسيط. هنا بقى ايه البساطه عشان الطعم ما يروحش منه. والفلفل. تمام زي الفل. حاجات بسيطه خالص، ملح وفلفل. تمام. خضار. تمام زي الفل. ممكن نحط لحمه مفرومه زي الفل، ممكن نحط جبنه، رز خلطه، جبنه، اي حاجه على حسب بقى ايه ما تحب. تمام تمام. نحط فيه مشروم. مشروم يعني الخضار عندنا خضار مشكل، جزر، خضار مشكل، وبسلة وفاصوليا، الخضار الموسمي الموجود معانا، ومشروم وزيتون. وزيتون. تمام زي الفل. طبعا الحشو متاح، اي حاجه نزودها، جبنه، اي حاجه معانا. بالظبط كده، ديت اهم حاجه، الحاجات ديت بتبقى متاحه. تمام. طب ليه طريقة معينة بقى ألفها بيها؟ أعلمها لست الكل. ممكن ورق سيلفر. ورق السيلفر ما هلفها دلوقتي. هو كيس عادي خالص. شايفك كده هتشتغل يعني بطريقة متاحة لست البيت. سهلة جدا. سهلة كده. تمام. كيس نايلون عادي خالص اهو. ده كيس عادي خالص يا جماعة. ممكن يكون جايبين فيه أي حاجة وموجود معانا، هو الشيف هيستغله وهيشتغل بيه. هتلف بس أهم حاجة في اللفة. تمام. إن هو إيه؟ واحدة واحدة كده. تلفها قوي عشان إيه؟ في وقت السوى. زي الفل. تسلم ايدك يا شيفنا. يعني ممكن فويل، ممكن ورق سيلفر. لا بس اهم حاجه ورقه النايلون الاول. ورقه السيلفر. السيلفر بيبقى في النار بتهريها. بتهريها، بتديها قوه حراره وتمسك فيها. لان السيلفر بيجمع الحراره. لازم نعمل عازل، يا ورقه زبده يا بلاستيك. ورقه زبده ممكن، يا ورقه بلاستيك او ورقه كيس مشمع. تمام زي الفل. ممكن الاستريتش بقى اللي هو بتاع اللي بيضغط. ده ممتاز. ده بيضغط. ده الاساس بتاعه. ده الاساس بتاعه. تمام زي الفل. هنلفها اهم حاجه اللفه ديت. يعني انا برضو ايه لفها تاني اهي. تمام. سهله خالص زي الفل كده. عشان برضو ايه بتاخد وقت عندنا بقى في النار. لا لا لا. طيب تمام زي الفل. يعني حاجه زي رول كده، فراخ بالاعشاب. فراغ بالاعشاب. تمام زي رول فراغ بالاعشاب. وطبعا زي قصه تقريبا الحمام الكذاب وكده. الله ينور عليك. نفس هو نفس. في ناس بتقول عليه حمام كذاب، وفي ناس بتقول عليه الحمام الكذاب بياخد رز. فراخ محشيه بالاعشاب زي. وفي بيقول عليه رول تشيكن. وفي رول تشيكن مظبوط. يمشي علي اسم زي الفل. تمام. يعني هنقدم برضو معاه خضار مشوي. طيب يلا بقى كده بسرعه كده اهي، مش عايزين ناخد وقت عشان وقتنا. وبنقول للسادة المشاهدين الدنيا معاكم حلوة وزي الفل، وكل عام وانتم طيبين. الشيف معانا هنا يعني عمل لنا، بصراحة انا شايف ان طبق السلطة بتاعه النهاردة طبق مميز جدا وممتاز جدا. يعني هو لعب فيه بقيمة غذائية عالية، وانا شايفه ان هو ما يعني ما
ما حاولش انه يقطع الخضار صغير جدا عشان ما يفقدش من القيمه الغذائيه بتاعته. يعني ما شاء الله كلما كان تقطيعه الخضار كبيره كلما كان الموضوع فيه قيمه غذائيه اعلى. هو حط فيه زيتون، حط فيه خيار، حط فيه خرشوف، يعني ما شاء الله خس، كوبتشا، جرجير، والجرجير مهم جدا، والفلفل الالوان غني طبعا بفيتامين سي، يعني ما شاء الله عليه. تمام. هنحط بقى البيون بتاعنا، ميه مغليه عاديه خالص. البيون ده اللي هو الشوربه بتاعتنا. بتدي طعم وريحه. بصل، تمام، ده روزماري. عايزين بقى ايه التكه دي اللي ست البيت يقول لك بتبقى ريحتها، الشيف بيعملها لها طعم، لها ريحه حلوه. ايه هي بقى؟ عباره عن ايه؟ روزماري اهو اخضر فريش. روزماري اخضر فريش او زعتر، تمام، وكرفس، وطبعا هنتبلها ملح خفيف وفلفل بس. ده كده للسلق الفريش. نعيد تاني، البيون انت حطيت ايه؟ انا عايزك كده ايه، بصل واحده واحده كده اهو، هو المعتاد يعني، بنحط بصل، تمام، وروزماري وزعتر وورقه كرفس، بصل وملح وفلفل، وروزماري وزعتر ورقه كرفس، ملح وفلفل اسمر. طيب تمام، عندنا ايه بعد كده؟ هنعمل البسطة. طب انت واخدنا على طول كده. طب ممكن انا لسه هقول لك استاذنك يا شيف واروح فاصل وبعد كده على نرجع. طول انت، طب براحتنا نرجع تاني. احنا محتاجين طبعا فاصل ونرجع نشتغل مع بعض تاني. ماشي. ايه رايك؟ ماشي. ولا فضل. مش عايز فاصل؟ لا فاصل. فاصل وبعدين نرجع مع بعض نواصل، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الشيف احمد عاشور، نواصل. شايفك وقفت، ما رضيتش تتحرك وتشتغل لما تجيب السلفر، لازم عشان تبقى الامانه في المهنه هنا بقى، لازم توصيل المعلومه صح. لو اتحطك كده في الميه تفك. تسلم. احنا بنعرف يعني كل فيك. حاجه خطوه عشان عاوزك وانت بتلف السلفر تشرح انت عملت ايه المشاهدين نعرفها ايه خطوه بخطوه عشان تبقى معاهم سهله. بعد ما حطينا في البلاستيك ده النايلون ولفناها حلو، هنحط بقى ايه السلفر ده في الاخر. تمام، يعني انت عملت النايلون طبقه عازل. تمام زي الفل. يعني هنا السلفر هيحمي النايلون من تعرضه للحراره الشديده وهيحمي الفراخ. تمام زي الفل. لو حطينا النايلون لوحدها يفك، لو حطينا ديت ايه تبوظ. تلم. تمام زي الفل. هناخد بس ايه كده عشان الميه السخنه تهويه. تمام زي الفل. ونحط في الميه بتاعتنا. لا تسلم يا جماعه. تمام زي الفل كده. حطيناها في البيون. تاخد قد ايه يا شيف وقت؟ يعني 10 دقائق. ما شاء الله 10 دقائق تستوي. تستوي. ماشي، نقول ربع ساعة، من 10 دقائق لربع ساعة. تمام. حسب حال الصدر معانا كبير أو صغير أو كده. بس هو دايماً بيبقى المخلي والحاجات دي بيبقى بياخدش وقت. بياخدش وقت. تمام. زي الفل. يبقى احنا كده عملنا السلطة بتاعتنا. تمام. وعملنا التشيكن رول أو الفراخ بالخضار. تمام. ونشوف هنعمل إيه تاني مع الشيف دلوقتي. هنعمل البسطة. البسطة. ده طبعاً كبير وصغير بيحبها البسطة ديت. تمام. بالذات عباره عن ايه بقى؟ واحده واحده كده معاك يا شيف. واحده واحده اهوت. مكرونه قلم مسلوقه. مكرونه قلم مسلوقه. تمام. وخضار، احنا طبعا احنا قلنا في الاول حلقه كل حاجه خفيفه وهيلثي. تمام زي الفل. تمام. بسطه خاصه بعد الصيام ده لازم يكون الوجبه ايه خفيفه. والاطفال بيحبوا الحاجات اللي هو البسطه، اي حاجه فيها الوان في الاكل الخضار الاطفال بتحبها. انا بقى حبيت احط كل الالوان دي عشان الاطفال. يلا وريني يا شيف هتعمل ايه بشطارتك كده. بسطه وخضار. تمام. وفلفل الوان والاعشاب بتاعتنا. انت مركز على الاعشاب النهارده. الاعشاب بتاعتك ايه النهارده؟ روزماري وزعتر. ده مفيده جدا طبعا. زي الفل. يلا شوف نبدا ونقول بسم الله. حط ماده دهنيه. ماده دهنيه. هتاخد بصل معاها يا شيف؟ لا 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 لا، مش هتاخد بصل. بص، هو البصل زي ما تحب، يعني في ناس بتحبها بالبصل، في ناس ما بتحبهاش. تمام. زي ما تحب ممكن تديها بصل. تمام. على حسب ما بتحب يعني. دايما يعني ستات البيوت بيرجحوا البصل معاهم. والله زي ما كل واحد بيحب. نحط الماده الدهنيه والثوم. تمام. ده الزيت معانا. انت هتشتغل بثوم. ثوم. تمام زي الفل. على فكره الثوم ده مفيد جدا جدا. زي الفل. فوائده كتيره. فيا ريت كل واحد يعني ايه يحط اكتر حاجه في الاكل بتاعه الثوم. الثوم والاعشاب. الثوم ممتاز. بنصح بالثوم والاعشاب. له وقت معين الثوم في النار ان هو مثلا ما يسخنش زياده طبعاً. او ما يعديش المرحله الذهبيه بتاعته عشان ما يفقدش ايه بالظبط اللي هو يا دوبك يعني وريحته يصفر كده. يا دوب يصفر كده. تمام.
ما انت هنا ايه ما حطيتش بصل وبتقول لو ست البيت عايزه تحط بصل مفيش مشكله. مفيش مشكله. مفيش مشكله. تمام. البسطه دي طبعا تتاكل مع اي حاجه، تتاكل مع فراخ معاها، تتاكل مع خضار، اي حاجه تتحط مع البسطه ديت شغاله. تمام زي الفل. يعني لحمه فراخ. اه بس احنا حبينا ان احنا نحط حاجه ايه خفيفه وسهله، فلفل وانا اهو. تمام يبقى انا كده حطينا الماده الدهنيه بتاعتنا تسخن. اه سلام بقى لو حطينا زيتون. زيتون ماشي ممتاز كويس. كل الاضافات ديت بتفيد 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 الوجبه. تمام تمام. يبقى عندنا ماده دهنيه وعندنا ثوم. تمام. وبعد كده حطينا الفلفل الالوان بتاعي ثلاث انواع، اصفر واخضر واحمر. واحمر. تمام. وحطيت زيتون وتحط بقى الاعشاب. الاعشاب بقى اهي. تمام. التكنيك الاكل يا شيف او ال ال الخضار بقى. اه طب استاذنك يا شيف ونروح استاذه هاله. الو الو الو. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. ربنا يبارك في حضرتك. اتفضلي استاذه هاله. عايزين نسال الشيف عن طريقه اللازانيا. اللازانيا الشيف مع حضرتك اهو. عاوزاها جاهزه؟ اي سؤال تاني؟ هتجيبيها جاهزه طبعا. عند حضرتك اي سؤال تاني؟ اه ابني عايز يكلمه. ماشي اتفضل. اتفضل ابني عايز. مين اسمك؟ محمد. ايه الو اهلا ازيك؟ انا عارف. ماشي اتفضل. ازيك يا محمد عامل ايه؟ كل سنه طيب. اتفضل يا محمد الشيف معاك. الحمد لله. اتفضل يا محمد عاوز اي سؤال غير اللازانيا؟ اه اتفضل. مكرونه بشاميل. مكرونه بشاميل. شكلك بتحب المكرونه البشاميل. ده ابني. ما شاء الله ما شاء الله. كل سنه طيب يا محمد. ماشي اتفضل يا محمد. شكرا. ماشي يا استاذه هاله. يا سلام. استاذه هاله غير استاذه هاله. ربنا يكتر هالاتنا. الو يا استاذه هاله. استاذ رحاب معاك. استاذ رحاب اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيبه. اتفضلي الشيف مع حضرتك. عايزه تساليه اي سؤال؟ لا انا عايزه بس اسلم عليه واقول له ان هو منور الشاشه والله. ربنا يخليك. ما شاء الله ربنا يبارك في حضرتك. هو منور وانا مش منور؟ على الاكل الحلو ده. الشيف رائد. طبعا. الشيف رائد. ربنا يبارك في حضرتك. كل عام طيبين رمضان كريم عليكم. حضرتك طيب. شكرا جدا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. مع السلامة. ماشي يلا نكمل يا شيف اكلتنا وطبختنا النهارده عشان الاستوديو كله شايفه عمال عاوز يهجم على ريحه الاكل بتاعك والدنيا معاك حلوه وزي الفل. نعيد ونقول احنا عملنا ايه. حطينا الماده الدهنيه زبده او زيت على حسب ما تحب. تومه ريحه التومه وفلفل الوان والزعتر والروزماري. تمام. لعبه الاعشاب دي. اه والاعشاب دي. تمام. هنحط بقى البسطه. استاذنك فضل. نروح ناخد ام عمر ونرجع معاك تاني. ام عمر اهلا وسهلا بحضرتك. يا ام عمر. الو. ماشي يا بسمله. الو يا بسمله. الو. الو هل تسمعيني؟ ازيك يا بابا؟ هذا بابا. ده متابعينا. احسن حد يفتكر ان دي بابا وانا ما بروحش البيت النهارده. دي جت منين دي؟ ده متابعينا. هم تبع الشيف مش تبع. ازيك يا بسمله؟ هم بيحبوا اللي انا اعمل لهم الاكل بتاعهم على طول فبيصدقوا. ماشي يا بسمله عايزه ايه من بابا؟ حاضر. انت شكلك مقصر معاهم. واحد عايز بشاميل واحد عايز بشاميل. ماشي حاضر. كل سنه طيب. كل سنه وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم وربنا يخليكم يا رب لبعض وتكونوا كده متحابين. الله يخليك. ام ادم مبارك في اولادك. يا ام ادم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال الشيف عن المقصقصيه؟ على الايه؟ المقصقصيه. المقصقصيه. تعرف في المقصقصية؟ انت تعرف المقصقصية؟ طب ممكن نعرف في المقصقصية دي عبارة عن ايه؟ انا معرفهاش. ولا لا اول مرة اسمعها. ايه المقصقصية دي؟ ممكن نكون عارفينها بس انتوا قايلينها باسم تاني او اكلة باسم ممكن تاني. ممكن. ممكن زي المخروطة. طب كلتها فين قبل كده؟ شفتها فين؟
المقصقصيه دي ممكن تكون نوع من انواع العجين زي المخروطه كده او الرغيده اللي بتبقى في اسامي هو بيقول عليها مسروته او بيقول عليها العيش العربي حاجات كده يعني في اسامي إيه؟ طيب بتبقى بتختلف الاسامي نبدا ونشتغل ونشوف خلاص احنا حطينا إيه؟ البسطه تمام البسطه كده سبحان الله يعني ممكن اسامي كتير للاكل ونفس الوقت تلاقيها يعني تختلف في فعلا محافظات عندها اسماء غريبه في الاكل ويكون الاكل هي هي يعني الموضوع يعني متدارج يعني نشوف الشيف عمل معانا ايه النهارده واحده واحده قول لي عملت ايه كده احنا عملنا البسطه اهيت بالفلفل الالوان والخضار تمام والزيتون تسلم ايدك يا شيفنا شكلها كده هي شكلها تفتح النفس يا سلام باللون بتاعها بالشكل يا سلام بتاعها. عليك وعلى وعلى والاطفال طبعا بيحبوها يا سلام عليك يا سلام ممكن اضيف اي صوص طبعا لو ليها بقى. لو طبعا لو في صوص احمر صوص يعني ابيض يعني ممكن اضيف عليها صوص ثاني طبعا 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 تمام صوص احمر صوص ابيض زي ما تحب يعني الحاجه هويده اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك ربنا يبارك في حضرتك اتفضلي كل سنة وانتم طيبين وحضرتك طيبة أنا بهنكم على البرنامج الحلو ده وكل سنة وحضرتك طيب احنا طيبة وانت طيبة حبيبتي ربنا يبارك في حضرتك احنا بنهني نفسنا عشان انت اتصلت بينا يا أمي شكرا والله يعني كل سنة وانتم طيبين وعلي سعيدة جدا في البرنامج بتاعكم ربنا يبارك في حضرتك كل عام وانت طيبة ورمضان مبارك عليك الله يخليك وعايزين الشيف احمد يعمل لنا القرع العسل الله الله عليك بالقرفة بقى والمكسرات الله عليك القرع وما ادراك ما القرع العسلي عند حضرتك اي سؤال تاني ان شاء الله نجيب الشيف احمد يعمل لنا القرع العسلي ان شاء الله حاجه تاني استاذ محمد من المنصوره شكرا ليك يا حاجه استاذ محمد من المنصوره اهلا وسهلا بحضرتك الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا سيدي الحمد لله اهلا وسهلا انا ام محمد اتفضلي يا ام محمد الشيف مع حضرتك انا بمثل على الشيف احمد اهلا وسهلا احلى مسا على الشيف احمد اهلا وسهلا ده حبيبنا طلع كتير قوي احنا شفت بقى النهارده انت بقى طلعت مشهور وانا مش عارف يا شيف اتفضلي الشيف معاك الشيف معاك اتفضلي الو 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 ده البصه بتاعتي اتفضل تمام الو عندك اي سؤال يا حبيبي اتفضل الشيف معاك الرز بلبن نعم الرز بلبن الرز بلبن الرز بلبن حاضر اقول لك على طريقته يعني ماشي ناخد محمود معانا تاني محمود نعم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمود اهلا وسهلا يا فندم ازي حضرتك وكل سنه وحضراتكم طيبين وحضرتك طيب رمضان طيب. مبارك عليك كل سنه طيب يا حوت احب اشكر الشيف احمد وهو منور الشاشه كلها والله ربنا يبارك في حضرتك رائد انت انت اللي نورتنا باتصالك الجميل شكرا شكرا يا حبيبي كل سنه طيب اولادك بخير يا رب والدتي بس عايز اكلم الشيف احمد اتفضل الشيف هو منور معانا اتفضل الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عايز لو سمحت اكلم الشيف احمد احلى شيف احمد معاك اتفضلي منور الشاشه يا شيف احمد ربنا يخليك تسلمي كل سنه طيبه كل سنه وانت طيب ورمضان كريم يا رب عليكم معاك نعمه عاشور من الدقهليه اهلا وسهلا اهلا وسهلا شرفتينا منور الشاشه يا شيف احمد والله بنقول لك كل سنه وانت طيب وانت وحضرتك طيبه, طيبة يا رب. عندك اي استفسار اي حاجه لا احنا عجبنا الاكلات بتاعتك وعايزينك تنور الشاشه على طول كده معانا يخليك. ان شاء الله على طول ربنا يبارك في حضرتك كل عام وانتم طيبين تسلم ماشي وانت طيب شكرا شكرا شرفتينا نورتينا تمام زي الفل كده التشيكن رول بتاعنا يا شيف طلع معانا تمام او الدجاج بالخضار زي ما حضرتك حابب تسميها تمام نشوف كده الشيف هيعمل معانا ايه طبعا هي استوت كده ماشي تمام واحده واحده كده بقى واحنا بنفتحها ما خدتش وقت يعني لا 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 ما خدتش وقت معانا تمام زي الفل لسه فيها هتكمل عليها حاجه تانية لا هتاخد بس هتاخد مثلا حاجه على النار كده تاخد وش تحمير بسيط خالص تحمير اه مع الخضار بتاعها وبتتغرف في الطبق وخلاص تمام بس. تمام زي الفل يا شيفنا تسلم ايدك يا شيف بالشكل ده
تمام ما شاء الله. يعني يا جماعه طالعه ايه مظبوطه اهوت زي ما الشيف قال ان النايلون مع السيلفر هيظبطها. تمام زي الفل. ناخد بقى معاها الايه الكوسه. تمام طبعا تبرد شويه. ده طبعا الاكله ديت بتبقى شكلها حلو تفتح النفس في الاول حاجه، فوائدها كتيره. تمام زي الفل انا معاك. يلا بقى الخضار ده ايه انت هتشويه ولا ايه نظامه؟ يعني عايز اوضح للساده المشاهدين مشوي. هنعمله ايه؟ مشوي بس، خضار مشوي. تمام هنحط عليه ماده دهنيه. ماده دهنيه اتفضل يا شيخ. تمام احط لك هنا الماده الدهنيه. ماشي اتفضل. عشان ايه؟ نوري الساده المشاهدين. وممكن لو عندي جريل يا شيف ممكن اشوي الخضار على الجريل. الجريل افضل يبقى طبعا. يبقى ممتاز. يعني مثلا احنا بس احنا بنعرف لست البيت ان ده حاجه بديله. حاجه بديله. ست البيت ممكن ما يكونش عندها جريل. تمام. ممكن يكون عندها الطاسه الجريل تحطها على النار وتشتغل عليها بدون ماده دهنيه. لو حست ان هي مثلا هيتحرق معاها او هيلزق معاها بتضيف الزيت ما يخليهاش تلزق معاها. بالظبط الله ينور عليك. تمام زي الفل كده. الخضار يلا نشتغل. ماشي يا شيفنا ما فيش مشكله. الماده الدهنيه كده احنا حطينا الماده الدهنيه تسخن. نستنى بس الزيت يسخن جامد عشان ايه ما نحطهاش تلزق في الحته دي. الحته دي اهم حاجه. الحته دي مهمه جدا فانا عايزك تركز عليها. عشان كده ايه انا بدات لازم أتكلم اي حاجه عن الجريل وعن الماده الدهنيه. مش شرط الحاجه ديت الاوردر ده. لو اي حاجه لو في فراخ عندك في البيت لازم الزيت اي حاجه هنقليها في الزيت عامه او هتخش لازم يكون سخن قوي. لازم تكون سخن عشان لما تيجي تنزل تبقى ايه تطلع السخونه بترفعها على طول بتعمل عازم. بالزبط. قوه السخونه بتعمل عازم ما تخليهاش تنزل على في طبعا في ستات البيوت اللي هم بيعملوا الاكل على طول. طب الاكل لزق ليه او كده بيكون اكيد الزيت بارد. شوف كده هي ده المطلوب. ده المطلوب لازم كده. تمام زي الفل كده. وبعد كده بحط الايه الخضار بتاعي معاها. هنا الجميل بقى ان هي بتاخد التست. الخضار بياخد تست الفراخ. تمام من الماده الدهنيه اللي جابت جوسي في الطاسه عندنا. تمام هنا بقى اللعبه بتاع الشيف ان يدي الخضار طعم الفراخ. الله ينور عليك. في ناس كده يقول لك الطبق ده والله الشيف احمد عمل لي طبق وانا باكل الخضار كاني باكل في الفراخ. بياخد مع التحمير بتاعه بياخد التست والطعم والريحه والحاجات دي كلها. تمام ربنا يبارك في حضرتك. تمام طبعا عايزك كده في دقيقه وانت شغال هناك كده ايه ومخرجنا الجميل جايبها كده على الشاشه تشرح للساده المشاهدين كده ايه انت عملت ايه من البدايه للنهايه. احنا جبنا الفراخ صدر مخلي او ورك مخلي حشناه على حسب ما تحب. في بيتحشي لحمه مفرومه، في بيتحشي خضار، في بيتحشي رز خلطه زي ما تحب. اهم حاجه الطريقه اللي انا شرحتها كده في اول الحلقه. لازم ورقه النايلون تضغط جامد وتلف جامد. وبعد كده ورقه السيلفر عشان تديها التسويه بتاعتها الضغط مع ميه البخار. وبعد كده بتطلع بتنزل في طاسه او المفروض على جريل او زي ما حضرتك قلت طبعا. تمام. مع جريل او شوايه الفحم طبعا بتديها ايه طعم وريحه احسن. فطبعا احنا ما عندناش الكلام ده فحطينا ايه الطاسه البيت يعني الحاجات دي. تسلمي ايدك وانت بتقلب كده. انا محتاج ايه اخد فاصل. ايه رايك نروح فاصل ونرجع ماشي. مع بعض نواصل. تمام اتفضل. تمام طيب يا جماعه محتاجين فاصل ونرجع مع الشيف احمد نواصل وساعه شهيه. انتظرونا. ورجعنا بعد الفاصل مع الشيف احمد عاشور نواصل. وصلنا لحد ايه؟ لحد بقى ايه ان نحط نغرف. الفراخ في الطبق بس. يلا ورينا هتعمل ايه. التكنيك بقى ايه هي تتقطع كده العالي ما شاء الله. سلايزات. ما شاء الله. لازم يعني لازم يا شيف نخليها تبرد شويه ما نقطعش هي سخنه. دي مهمه جدا عشان ما تحلش مني وتقول اتفكت والكلام ده. تمام زي الفل كده. كل الجيلاتينه بتاعتها مسكت شويه سواء لحمه او فراخ. تمام زي الفل. استاذ محمود القاهره اهلا وسهلا بحضرتك. الو احمد ولا محمود؟ محمود ولا احمد؟ اتفضل انا معاك. ايه رايك في الطبق الجميل اللي الشيف بيعمله ده؟
وقع يا عم، ارجع اوعى تقع. حبيبي يا عم علي تسلم. تقطع بالشكل انت بتعمل ايه؟ بنقطع بس بنحط ال بنقرمش بنغرف. هو منه قرمشه ومنه طبق اساسي. الحته الجماليه اللي مفتقداها كل ست بيت. انا دائما بركز على الموضوع ده. ست البيت ممكن تكون بتتعب اكتر من الشيف 100,000 مره. بالظبط. تمام؟ ولكن بعد التعب الطويل بتاعها بتيجي عند تقديم السفره ما بتقدمهاش بشكل جمالي، فبتموت اللي عمله. بنقول كده زي ايه في الامثال؟ اللي بنى الهرم وما كملهوش، او اللي عمل جميله وما تمهوش، بيقول لك اللي يعمل جميل يتمه. فانت تعبت يا ست الكل وربنا يبارك فيك، ودخلت المطبخ وجبتي وطبختي ونظفتي وغسلتي وعملتي، ولكن كملي بقى اللمسه، اللمسه بتاعتك عشان تظهري كل التعب اللي انت تعبتي. الاكل بتاعك مظبوط. ربنا يبارك فيكم وكل عام وانتم طيبين ورمضان طيب. مبارك عليكم. وانت طيب. كم؟ معاك 3 دقايق. تمام؟ خلاص. طب انا ايه ممكن انا اساعدك برضو هنا ايه في الثلاث دقايق دول، عشان بس ايه موضوع العصير ده. انا مهم اللي انا قلت لهم دي، العصير ده مفاجاه في الاخر يا جماعه. هنا ايه احنا ايه معانا الخلاط اهوت. طبعا تعرفوا تشغلوا الخلاط ولا لا؟ يعني مو اصل في ستات كده ما بتعرفش تشغل الخلاط. بصوا هنا احنا معانا زبادي. تمام؟ زبادي باللبن، زبادي بنضيف عليها لبن. تمام؟ ومعانا جرجير، صح؟ جرجير مظبوط. الجرجير اهو، الجرجير اهو. بصوا يا جماعه ممكن اقطعه وممكن ايه اخده كده زي ما هو كده، هم شويه جرجير بس كده اهو. تمام؟ يبقى زبادي العصير النهارده، زبادي بالجرجير. دول حبه ميه احنا مجهزينهم هم في الكاس، ولبن برضو. تمام؟ ياخد ميه ولبن، ومعانا اللبن وممكن سكر. سكر طبعا، سكر اهو. تمام؟ وفي ممكن يتعمل بالعسل، ممكن بدل السكر عسل. ومعانا اللبن اهو. تمام؟ وايه ده؟ ده يا جماعه الـ 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 العصير بتاعنا. بسم الله اهو. تمام؟ زي الفل. هو ده العصير؟ هو ده العصير. زبادي وسكر ولبن وجرجير. يلا كده نشوف معانا ايه. وده قيمه غذائيه عاليه على الفطار. يا سلام يا سلام يا سلام. الله ينور عليك يا شيفنا. تسلم ايدك يا شيفنا. تسلم ايدك الجميل المبدع. يعني ان شاء الله انا هروح اجرب العصير ده النهارده. حاجه جميله. تمام؟ نشيل بقى كده ايه دنيتنا كده عشان نختم حلقتنا اللي الجميله ديت الشيقه الممتازه. وبنقول لك يا شيفنا الف شكر. بنقول لكل الساده المشاهدين كل عام وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم. الشيف سيد برضو اللي سبب وجودي. الشيف سيد على السلام، ده حبيبنا يعني. وهيبقى معانا طيب ان شاء الله قريب في حلقه تقريبا الخميس الجاي ان شاء الله، ان كان في العمر بقيه او يوم الاثنين. تمام؟ وكده ايه سفرتنا الجميله المتكامله المتناسقه البسيطه السهله. انا بشكر شيفنا الجميل. الله يخليك. انت نورتني. ربنا يخليك. انا سعيد ورمضان مبارك عليك. كل سنه طيب. وان شاء الله نلتقي بك في حلقات ثانيه كتير ان شاء الله في رمضان وبعد رمضان ان شاء الله باذن الله. بقول للساده المشاهدين كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم الى الله اقرب. رمضان مبارك عليكم. انتظرونا في حلقات تانيه كتير وبرنامج ساعه شهيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.